ناخد الاتصال بعد. استاذ احمد، استاذ محمد، سوري، استاذ أيوة. محمد من هنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ محمد. معانا يا دكتور من فتره جامده كده، من سنين جامده كده، معدتي تعبانه باستمرار. عملت مرتين منظار. المره الاولى في شويه التهابات ورجع في المريء. المره الثانيه طب بقول لك ايه، وفيش الصوم. استنى استاذ احمد. الاستاذ محمد من هنا. يا استاذ محمد، يعني امي بتسلم عليك وبتقول لك شويه شويه. انا فهمت ان بطنه تعبانه وفيها تقلبات. الف سلام عليك، بالراحه بقى عشان افهم. الله يخليك. الله يسلمك يا فندم. انا عارف استمرار يا فندم من النادي. لا، سن سيادتك كم سنه يا استاذ احمد؟ نعم، سن سيادتك كم سنه؟ 34. انت صغير يا ابو حميد. طيب والله يعني من حوالي كنت من 10 سنين معدتي. الف سلام عليك. من 10 سنين او اكثر. ايه اللي تعب سيادتك بقى؟ اتفضل. المعدة تعبانة باستمرار، يعني انا حوالي من 6 شهور لازم ارجع كل يوم. ترجع؟ اه. لا، ترجيع كل يوم باستمرار يومين. طب بالراحة بقى، الترجيع الصبح ولا الصبح ولا بالليل ولا في الضوء؟ بعد وجبة الغداء بساعتين. بعد وجبة الغداء بساعتين. طيب الفطار ما فيش ترجيع ولا العشاء فيه ترجيع، صح؟ الفطار الا الغداء مش بفطر. طيب العشاء ما فيش ترجيع؟ العشاء لما برجع بلقى نفسي تحت باخد اي حاجه خفيفه كده، مفيش ترجيع. جميل. الغداء انت من النوع اللي بيملى البطن كويس، صح؟ بالظبط. طيب اي اكل بترجع ولا اكل معين؟ لو انا بجبر نفسي ان انا ارجع من الحرقه في ام المعده كده والارتجاع. ايوه. طب خلاص طب انا هتكلم، انا هتكلم. يعني انت حضرتك بعد ما بتاكل تلاقي في حرقان على فم المعده بعد ما بتاكل، وبعدين ترجع ترتاح، صح؟ بالظبط يا فندم. طيب خلاص، اقفل ورحه كامله. الف سلامه عليك. شكرا شكرا استاذ محمد. هو هي دي في نوع من النوعين من قرح المعده، في قرحه المعده نفسها وفي قرحه الاثنى عشر. قرحه الاثنى عشر المريض اما ياكل يخف، يعني يبقى في الم، ولذلك قرحه الاثنى عشر يقوم في نص الليل بالالم لان المعده فضيت، ويفضل يعني ياكل كتير عشان الالم ما يجيش، وعشان كده المريض يبقى تخين. اما قرحه المعده اللي هي فم المعده بقى فهي بالعكس، اما ياكل يتعب ولذلك يقيأ بمزاجه او غيره. هناخد حاجه اسمها كنترولوك 40 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 15 يوم، وهناخد حاجه اسمها بريمبران 10 مللي جرام قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات. بس لو الالم ده استمر مع القيء او البراز كان لونه اسود او بتخس او نفسك مسدودة لازم تعمل منظار، ولو ما خفش على العلاج ده بعد اسبوعين ثلاثة يبقى هنعمل منظار. الف سلامة. وما قبل المنظار المفروض نعمل اشعة تلفزيونية على البطن، لان هذه الاعراض تتشابه مع اعراض التهاب المرارة. الف سلامة عليك.